صباح الخير جميعا، شكرا لكم، شكرا للسيد مدير النصب التذكاري هنا، وشكرا للأخوة والزملاء في إدارة فرع النقابة في حلبجة، وشكرا لكم لوجودكم معنا. في سباسي مولا هكذا كان بري براتي قشتي شي مونومنت ويوي بارزو لقي حلبجة شباس. بصراحة يعجز التعبير عن حجم الأسى والألم والتواضع أمام حجم هذه المأساة اللي حصلت، أمام هذا البشاعة اللي ممكن يرتكبها الإنسان ضد الإنسان. هذا درب الآلام اللي ساروا فيه أهل حلبجة هو درب لآلام شعوب كثيرة في المنطقة مقهورة، عانت الذبح والمجازر من فلسطين لسوريا لليمن، لكن هو درب آلام الشعوب المقهورة. إيماننا العميق أنه هو نهاية المجد، هم خطوا ليس بخيارهم قتل فرض عليهم، لكن مسيرتهم ستقودنا إلى نهاية لا بد منها من كرامة، حقوق، هوية، وأهم شيء رحمة، ورحمة تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا. هذا مشاعري الشخصية أنا كشخص فلسطيني، دائما مغمورين كل في مأساته وكل في ما يتعرض له كشعب. ومهم جدا أن تنفتح الشعوب تجاه آلام الآخرين، لأنه وهذا أقهر وأخطر ما تحاول القيادات أو الأنظمة حجبه عنا. فبصراحة أنا يعني نفسيا وشعوريا ربما عاجز عن الوصف بشكل دقيق عما يجول في داخلي، لكن رؤية الصور تذكرنا بشيء آخر وهو دور الصحافة. لولا الصحافة والصحفيين ونقلها الحقيقة لما عرفنا الكثير عما جرى. صحيح هناك الشهود وهناك الناجين، لكن الصحافة هي جوهرية في مساعدة الشعب هنا ومساعدة الشعوب الأخرى في معرفة وفي تجاوز وفي العمل من أجل أن نقوم بكل جهد لئلا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. لذلك أشكر جهود الزملاء في نقابة الصحفيين إنه سنحوا وفتحوا لي هذا المجال إنه آجي هنا وأشاهد هذا المكان، ألتقي بكم، وأملي الأساسي إنه أنتم كصحافة وكصحفيين كزميلات وزملاء ورفاق أن تكون مثل هذه الحوادث تذكرة لنا جميعا بأن علينا مسؤولية يجب أن لا نتنازل عنها، يجب أن لا نخذلها. مسؤوليتنا دائما وأبدا أن ننقل الحقيقة لشعوبنا، لكي الشعوب لديها حكمة، عندما تعرف ما يجري تأخذ القرار الصحيح. واجبنا أن ننقل لهم الحقيقة، أن نمكن شعوبنا من أن تختار الطريق الصحيح وتأخذ القرار الصحيح. شكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم يعني مستقبلا مجيدا. شكرا لكم. الصحافة العربية يعني حضورها في قضايا الشعب الكردي وبالأخص في مأساة حلبجة ليس لها حضور كافي، لماذا؟ في الحقيقة احنا كاتحاد دولي نتجه في العادة إلى تحاشي تعليق على محتويات الصحافة، ما تقول وما لا تقول، إلا عندما تنتهك المبادئ الأساسية للصحافة.
يعني لو سألني صحفي فلسطيني عن الاحتلال الإسرائيلي لا أجاوبه بصراحة عن قضايا الشؤون الجارية أو قالت المؤسسة كذا وكذا، لكن أنا بشكل شخصي أعتقد أن الشعوب على مدار سنوات طويلة وخاصة الصحافة تم تدجينها وتسييسها، وهذا يعني شيئا غير مخفي لسنوات طويلة ولغاية الآن إلى درجة ما الصحافة خاضعة للسياسة، وهذا شيء مؤسف جدا، وهذا جزء من نضالنا كاتحاد دولي للصحفيين كنقابات أعضاء. شيء مهم الدفاع عن الاستقلالية التحريرية للصحافة هنا وفي المنطقة. أنا متأكد الاستقلالية تطيح للصحافة في المنطقة العربية لو كانت مستقلة كما ينبغي، لو كان لديها الخيار لما ترددت في تغطية ما يجري. فمؤسف جدا أنه لحتى الآن الصحافة ما زالت غير قادرة على الخروج. هناك آلاف عشرات آلاف الصحفيات والصحفيين الشجعان في المنطقة كلها يعملون كأفراد كل ما في وسعهم لتحقيق استقلاليتهم، لغاية الآن لا زالت السيطرة موجودة وغير قادرين على التخلص منها.